طبعا الفلسطينيين لم يتركوا واحد فلسطيني مع أرض على يهودي إلا وحاسبوه، إما بالمقاطعة بعدم المصاهرة معه، باغتياله، بمطاردته. يعني كانت مقاومة الشعب الفلسطيني اللي تعاملوا في بيع الأراضي كانت مقاومة يعني واضحة جدا. يعني حتى يعني في أوراق أكرم زعيتر يعني يقول لابد من التشهير بهم، يعني مو إنه بس يعني تخليه، لا، حتى لو تذبحه، حتى لو تقتاله، لازم تشهر فيه حتى الآخرين يخافون، حتى عياله وأحفاده يعرفون شنو عقوبتي. كان ينظر له أنه عملية خيانة. بالضبط، هي خيانة، هي عملية خيانة. لذلك الناس اللي يقولون أن الفلسطيني باع أرضه على اليهود، هذا كذب، هذا هاي دعاية صهيونية، والصهاينة يعني ما أصحاب الدعاية. المجلس الإسلامي الأعلى كان يرأسه رحمة الله عليه الشيخ أمين الحسيني. أمير حسيني هذا القائد الفلسطيني، هذا راح قابل هتلر، قال شلون أتعاون معاك ضد اليهود، أشكره أخبره. يعني لما كان العالم كله يذم هتلر، الشيخ أمين الحسيني يروح يقابل هتلر وينسق وياه حتى يقاتل اليهود في فلسطين. فهمت كيف؟ ويتكلم من 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 إذاعة برلين حي العرب. يونس بحري كان يتكلم ويقول هنا برلين حي العرب، فهم شلون؟ كان في تآلف بين المقاومة الفلسطينية وكل أشكال الحلفاء. يعني